أثناء الحملة الانتخابية سيد الرئيس كنت تحدثتم في كل مرة عن قدرة شرائية، قل ربما المشاهد الكريم يهتم كثيرا بهذا الموضوع، موضوع الأجور والأسعار إلى غير ذلك، يعني كيف السبيل لتعزيز وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين؟ أنا شخصيا تابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه لا كانش فيها ارتفاع لا كانش فيه كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ماهيش في المتناول تاعو، لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة، وحتى لما نشوف بلي فيه نقص في الانتاج نستورد حينا بور كاسي، فيه مضاربه في بعض الاحيان يخلقوها لنا من العدم، ولكن القدره الشرائيه بصفه عامه انا قلت فيه ثلاث روافد. القدره الشرائيه دابور اولا نحارب التضخم، اليوم التضخم عندنا اصبح تضخم شبه عادي مرتفع نوعا ما، ولكن لما نقارن نفسي تضخم بعض الدول الأوروبية، فيه دول نفطية للتضخم تحارة في 90%، فيه دول غير نفطية أوروبية للتضخم تحارة يدور حول 12% 13%، أنا التضخم عندنا راه في 7% 7 7.5، والتزمت باش نرجعوا ل 5% وأقل من 5% حتى يصبح الدينار مرتفع، يعني قدرة الشراء نتاع الدينار حقيقية، دينار حقيقي. ثانيا نقوي الإنتاج الوطني، باش ثالثا نواصل في مراجعة أسعار مراجعة الأجور والعلاوات، وهذه قلت نواصل حتى نوصل إلى حد تاع 100% إضافي في 2027 اعتقد الماكسيموم ان شاء الله، ماكسيموم هو هذا هو الاولويات نتاعنا، باش البرامج اللي وضعناها نتاع التنميه الاقتصاديه الخلاقه للثروه ومناصب الشغل لازم ننتهي منها، خلاش معلق هذه نتاع المواد الكيميائيه والحديد وهذه ومناصب الشغل، وفيه ما يقارب انا قلت نوصل الى 20,000 مشروع استثماري، أنا في 9,000 دروك هناك، هذه كلها تزيد في إمكانيات المالية اللي تخلي السوق متوازي. الإنتاج نقوي الإنتاج نتاعي، أنا تفاهمنا على الحبوب، نزيد البقوليات، نزيد هذه، لازم نراجع صفة نهائية السعر اللي أنا صراحة ما تغلبناش عليه هو سعر اللحوم. هو الوحيد السنة هذه لازم ندخل في سياسة أخرى اللي تخلي سعر اللحوم يبقى في المتناول تاع الناس، ولكن في انتظار هذا أنا فتحت وفاتح إلى الغد إلى بعد غدا الاستيراد تاع اللحوم، ما نوقفش الاستيراد.